لا يمكن إلا أن نسجب ما جاء من مناوشات ومن مضايقات، بل من مواجهة السيد فوزي القجاع اللي نكن له احترام كبير. قد نختلف سياسيا، خاصة حين مناقشات بعض القضايا اللي تتهم الميزانية، ولكن هذا لا يعني أننا نختلف في باقي المسائل. إذن لسنا متفقين تماما على هذا الحملة الشنعاء اللي تواجهها السي القجاع، وطبعا نحن مستعدون لمواجهة هذا الخصوم. هذا النوع انت التصرفات غير منطقي، غير معقول، وبعيد كل بعد عن الأعراف لا الدولية ولا الممارسات السياسية وبالأحرى الرياضية. فإذا نجوب ونرفض ونتضامن مع السيد فوزي القجاع، ونعتبر لأن ما أسداه وقدمه للرياضة الوطنية هو يعني عمل جيد يستحق كل التنويه. قلنا بعيدا على كل اعتبارات سياسية وسياسوية ضيقة. طبعا لا يمكن أن ننسى الخدمة التي قدمها السيد القجاع للوطن والمواطن، وعلى رأسنا جميعا صاحب الجلالة اللي فرحنا جميعا أيام فرحة بما قدمه من نتائج. وحنا متأكدين إن شاء الله وعلى يقين بأن المقاربة الجديدة والطريقة الجديدة للتعامل مع هذا القضايا سواء كانت رياضية أو غيرها لا يمكن إلا أن تعطي إن شاء الله بالتفاؤل الكبير نتائج بدون شك حسنة إن شاء الله.